جاءني يوم وقال أنت لم تبقي لنا شيئا، كل الشعارات مالتنا حققتها، سيادة شو رجعت السيادة، طائفية ضربتها، المحاصصة أنت ضدها، الميليشيات، السلاح بيد الدولة كذا. زين إحنا بعد شنو عندنا؟ قلت له وماذا يعني بقائك حينما تتحقق أهدافك؟ لماذا تبقى أنت في هذا الوضع المعارض أو المتشنج؟ إذا أنت كنت صادق ومطالبك هذه وتحققت يكفي أن تعود. لكن لما بدت الأمور تتضح، لا الحمد لله الآن علاقاتنا طيبة متينة معه. وانهزمت الميليشيات في ضربة خاطفة خلال نهار واحد، تم السيطرة عليها وبدت عملية الانهيار. لأنه من رحنا دول هنا قالوا 6 أشهر، هناك بالبصرة قالوا 11 شهر راد لها تخطيط. كذلك بالنسبة لمدينة الصدر أيضا قالوا هاي راد لها 13 شهر تخطيط، يا الله يمكن يسيطرون على الوضع، لأنه الوضع أيضا انهار تحت سيطرة الميليشيات.